الخير. ممكن حضرتك تعرف عن نفسك؟ دكتور احمد مهند، استشاري امراض القلب والقسطره في معهد القلب القومي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك. بس احنا كنا حابين نعرف عن مرض الشريان التاجي والتوعيه بيه وايه طرق الوقايه منه. طبعا احنا مرض الشريان التاجي الحقيقه احنا في السنين الاخيره ابتدينا نكتشفه في اعمار يعني احنا ما كناش بنشوفها زمان. وده راجع للنمط الغذائي السيء الحقيقه، جانك فود، ناس ما بتمارسش رياضه، ناس عندها ضغط او سكر ما بيعملوش كنترول ليهم، ما فيش ممارسه رياضه زي ما بقول، دي اكتر حاجات اللي بتسبب امراض الشريان التاجي. طبعا عامل وراثي عامل ضعيف جدا، ارتفاع الكوليسترول، دي اكتر العوامل اللي دايما بنقول ان هي مسببات للشريان التاجي. طبعا زائد الضغط العصبي، انا بنقول مرض العصر يعني القصه دي، بس دي اكتر الحاجات اللي بتسبب قصور الشريان التاجي. ودي نفس الحاجات اللي احنا دايما بنتكلم فيها ان احنا بنحاول نوعي الناس منها، يعني مثلا لو في ضغط دم لازم يتظبط، الاكل دايما بنتكلم في النمط الصحي للاكل، بمعنى الخضروات والفواكه، بلاش الدهون المشبعه، بلاش جانك فود، مارس رياضه اتليست 30 دقيقه في اليوم، لو 5 ايام في الاسبوع يبقى هايل، احنا بنتكلم كده في المينيموم. كل الحاجات دي توصيات من الجمعيه الامريكيه والجمعيه الاوروبيه لامراض القلب. احنا دايما بنحاول نوعي الناس، ايفن الناس اللي ما عندهمش قصور شريان تاجي او ارتفاع في ضغط الدم، دايما بنوعيهم لان دي الحاجات دي زي ما بيقولوا بتقلل فرصه حدوث هذا المرض. احنا حابين نعرف جايد لاين كده لللايف ستايل بتاع الناس عشان تحد من مخاطر مرض القلب والاوعيه الدمويه وكده. طبعا نمره واحد الامتناع عن التدخين تماما، طبعا التدخين ده آفه العصر زي ما بيقولوا، بسبب كده بنشوف دلوقتي الشريان التاجي في مرضى، يعني احنا بنشوف دلوقتي شفنا 18 و20 سنه تمام بسبب مرض التدخين. تاني حاجه طبعا السمنه، الوزن الزايد ده بقى برضو مشكله كبيره جدا بسبب الجانك فود والدهون المشبعه، نمط اكل غير صحي تماما. فاحنا دايما بننصح اتباع الرياضه، تقليل من الدهون المشبعه، الامتناع تماما عن التدخين والكحوليات تمام. وفي دلوقتي حتى في السمنه بقى في جايد لاينز اكتر دلوقتي، حتى لو يعني غير الاكل والرياضه، في ناس بتعمل لهم عمليات تمام، في بس طبعا بنسب معينه، لو البادي ماس اندكس بتاعهم بيزيد عن 40 او عن 35 لو هم عندهم سكر، دي لتقليل من مخاطر حدوث الشريان التاجي وارتفاع ضغط الدم بمشاكلهم الكتيره اللي احنا كلنا عارفينها. طب احنا حابين نعرف ازاي المريض يستعد لعمليه القسطره القلبيه؟ طبعا يعني القسطره القلبيه في السنين الاخيره تطورت تطور رهيب جدا. احنا طبعا دلوقتي اولموست معظم البروسيجر للشريان التاجي، قساطر الشريان التاجي نعملها عن طريق الشريان القعبوري، شريان الذراع. طبعا الاستعداد ليها هي بتبقى قصه بسيطه جدا، طبعا المريض لازم يبقى واخد الادويه بتاعته، لازم يبقى متبع التعليمات اللي بتتقال له، بمعنى يبقى في صيام بسيط من 2 لـ4 ساعات قبلها، التهيئ النفسي للمريض، بمعنى هو داخل يعمل انفيزيف مانوفر في القلب، لكن احنا قصه بسيطه، انا بشتغل ببنج موضعي، خش زي ما قلنا من الشريان القعبوري. معظم العمليات الشرايين التاجيه ما عدا حاجات معينه دلوقتي بتتعمل، كله بيتعمل من الشريان الذراع، بنخلي الشريان الفخذ اللي هو الطريقه التقليديه لعمليات حاجات اقصر تعقيدا او بتحتاج اجهزه حجمها كبير شويه، ما ينفعش تخش من الشريان الذراع. تاني حاجه المريض طبعا ظبط السكر والضغط، ده من اهم الحاجات للقصه دي، وطبعا اخذ العلاج اللازم اللي بيبقى موصوف بمعرفه الطبيب. مستر حضرتك قوي، بنشكرك جدا. شكرا لحضرتك، اتشرفت بيك. شكرا.